السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الدرس الرابع من سلسلة تعليم الفوتوشوب للمبتدئين. احنا خدنا قائمة فايل، هنتكلم عن قائمة إيديت. أول حاجة فيها أندو، بتعمل لك تراجع لآخر وظيفة أو لآخر أكشن أنت عملت. لو عايزين نعمل أكتر من مرة بنعمل كنترول ألت زد. عايزين نرجع تاني في التراجع فبنعمل ستيب فورورد وهكذا. عندنا في قائمة إيديت في كوبي وبيست، يعني لو احنا عندنا مثلا لو عايزين ناخد نسخة تانية من الشكل ده بنحدده وبعدين بنقول له كوبي وبعدين بيست. جه في لير منفصل، ممكن اتعامل بالشورت كات، نقول كنترول سي كنترول بي، هيديني برضو نفس النتيجة. عندنا فيل، وظيفة فيل دي عبارة عن ايه؟ لو انا عندي حاجة عايزة اعبيها بلون معين، الاول بختار اللون اللي انا عايزاه من هنا مثلا اهو، واحدد الجزء اللي انا عايزة اعبيه واقول له فيل، واختار فور جراوند. عندي اوبشن ان انا اختار اللون اللي في الباك جراوند اللي هو ده، وعندي اوبشن ان انا اختار باترن. لو انا عايزة اعمل، لو انا مجهزة ممكن اختار باترن من هنا واختار الباترن اللي انا عايزاها، بس انا مش عايزة ده دلوقتي، انا عايزة فور جراوند واقول له اوكي. هنلاحظ ان اللون اتعب. في ايه تاني؟ في استروك. استروك ده بيخليني احط حدود اوتلاين للشكل اللي انا محدداه، بس بنغير اللون الاول. مثلا اقدر اخليه بعرض 1 بكسل، واقدر اخلي العرض بتاعه اكبر من كده، اقدر اخليه جوه الشكل اللي انا محدداه او في المركز او في الاوتلاين بره الشكل اللي انا محدداه. نختار 1 بكسل، دي النتيجة بتاعته. لو انا عايزة اكبر من 1 بكسل اقول له ستروك، اختار مثلا 5، ده الفرق. عندي ترانسفورم، ترانسفورم ده بيديني اكتر من امكانية، مثلا ان انا اعمل سكيل او روتيت او سكيو او ديستورت. ديستورت مثلا نجرب، هنلاحظ ان في كنترولز اتكونت على الشكل. لو سحبنا كده اهو هنشوف التغيير اللي بيحصل، او كده او من سهم واحد وهكذا. طيب لو اخترنا ديستورت، ده تشويه، برضو تشويه حر مش ملتزم بحاجة وهكذا. تكتين ونحرر الماوس. طيب لو عملنا برسبكتيف، ده بيشتغل على الضلع مش على النقطة بس، لا على الضلع. في حاجة كمان اللي هو اللي بيعمل لك روتيت 180 درجة. اهم حاجة ان هو بيعمل لك فيليب هوريزنتال او فيرتيكال. هوريزنتال بيخلي الشكل العكس، في الاتجاه العكسي من بشكل عرضي. نحدد التوك توك، نقف في اللير بتاعه ونقول له كنترول سي كنترول في اهو، مثلا التوك توك اهو عندنا، هنخليه اعلى حاجة عشان مفيش حاجة، عشان مفيش حاجة تخبيه. ماشي، انا عايز اعمل له انعكاس بشكل عرضي فاقول له فيليب هوريزنت، بقى بالعكس. طب انا عايزاه بشكل افقي هقول له ترانسفورم فيرتيكال، بقى الرجل فوق والراس تحت. عندي كمان لو انا عايزه اعمل فرش، لو انا عندي الشكل ده اهو وعايزه استخدمه كفرش، هنحدده طبعا بالماجيك تول، وبعدين بلاش ده، نعمل احنا شكل تاني. لازم طبعا يكون نختار اللون الاسود وفرشة حادة مثلا.
اقدر اخد الشكل ده واقول له انا عايزه احدده الاول، واقول له define brush، واديله الاسم اي حاجه، واخد لي الجديد عشان استخدم الفرشه اللي انا عملتها دي، نشيل التحديد، نختار الفرشه، كليك يمين، هنبص نلاقيها اخر حاجه موجوده اهي، اقدر استخدمها. اقدر اغير في الاعدادات بتاعتها من هنا مثلا عشان تديني نعومة شوية، غير السايز اهي بقت فرشة. عايزة اغير في السبيسنج بتاعها، ممكن تكون ضرباتها كده، عايزة اخليها كده، اغير اللون، مثلا وهكذا. عايزة اعمل لها سكاترينج، وهكذا. في ايه تاني؟ اقدر اعمل باترن بنفس الطريقة، لو انا مثلا عندي شكل زي ده اهو، اعمل له ريسترايز، هقفل كل الحاجات التانية، مثلا الشكل ده واقول له لازم نحدده الاول كده. طبعا لازم نظبط التحديد من ترانسفورم، مش عايزة عندي زيادات عن الاوتلاين بتاعته، عايزة اسوده خالص، واقول له ليفل وهكذا. اجي هنا واقول له من ايديت حددناه، ومن edit نقول له pattern define pattern، نديله اسم اي حاجة، اوكي. لو اخترنا layer جديد وشلنا التحديد وجينا قلنا له اخترنا اداة الباكت، اخترنا هنلاقيه موجود تحت اهو، عملنا كده، عملنا باترن ملينا بيه الصفحة كلها. دي قائمة إديت، قدرنا نعرف ازاي نعمل براش وازاي نعمل باترن، والمرة الجاية ناخد بقية القواعد.